يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره شكرا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عمل قلبي، وقولوا قولا سديدا. القول، هذا القول إن وفقت فيه يصلح لكم أعمالكم، ولذلك أعمالكم تبدأ من تقوى الله والقول السديد. وقضية القول تجدها في القرآن في كل مناحي القرآن تجد الاهتمام بالقول. القول يجعل الجبان شجاع، القول يجعل العاصي تائب ويرفع الله درجته، القول أداة من أدوات التحصين. ولذلك عندنا ثلاث سور: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المؤمن يقرأها كل يوم، قل هو الله أحد. هذا القول إن استقام وعرفت من هو الصمد، عرفت ربك وصلحت عقيدتك وكمل توكلك. ولذلك نحن نقرأ قل هو الله أحد، نقرأ فيها كل يوم قل والله. اقرأ هذه السورة، فيها النجاة وفيها القوة وفيها الالتجاء للصمد. كان صحابي يقرأ قل هو الله أحد كل مرة في كل ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: يا رسول الله، أحب هذه السورة، هذه السورة نحبها. قال: حبك إياها يدخلك الجنة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نحن أول ما نبدأ مسيرتنا اليومنا فيه خير وفيه شر ومش عارفين، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. ولذلك هذا القول هو أداة من أدوات التحصين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا القول، هذا هو أداة من أدوات التحصين وأداة من أدوات إن شاء الله الطريق المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القول السديد ثم العمل الرشيد. ولذلك في حديث لهذه الجمعة سنتكلم عن حديثين كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تعرف وأنا جاي اليوم قلت خطبتنا اليوم تكون على العجز، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه العجز، لأن العجز هذا نوع من العقوبة، تشعر بنفسك موجود وغير موجود، مفيد وغير مفيد، عجز الله. ولذلك كل واحد فينا لما يدعي بهذه الأدعية الله يزيل عنه هذه الأمراض فيفتح له أبواب التوفيق والعمل والقول، أو نيسره لليسرى، نيسره لليسرى لصالح الأعمال وصالح الأقوال إلى أن تمشي. هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل ديما مربوطين ببعضهم البعض. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول: الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله من العجز والكسل. فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة. مرات واحد يكون عنده مشكلة لكن يصير العجز ما يفكر في حل، ما يفكر، فهو يقول العجز عدم القدرة على الحيلة النافعة. والكسل، الكسل سلوك، قال هو عدم الإرادة لفعلها. ولذلك العجز والكسل
مرضين يهلكان صاحبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة. هذا الحديث تكلم عن ظاهرة القسوة، الإنسان يبتليها الله بقسوة. ولذلك من أراد أن يرحمه الله فليتعلم فنون الرحمة، تعلم فنون الرحمة مع الخلق، مع الحيوانات، مع حتى يكون يستجلب بها رحمة الله. وذلك بعض الناس يتفنن في القسوة، يتفنن في قسوة وهو مرض. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يعني حتى في بعض الحجارة يا أخي تصيبها بعض الرطوبة وتكون لينة، لكن بعض الناس الله يبتلي بهذه القسوة. ولذلك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يزيلك عنك القسوة والغفلة والعيلة والمسكنة. والمسكنة: وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. وسيء الأسقام، هذا الحديث رواه أنس بن مالك، وفي حديث آخر رواه زيد بن أرقم عليه رحمة الله رضي الله عنه وارضاه، هو أشهر هذا الحديث. الحديث الثاني: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم. قضية الهرم في بعض الأحاديث تذكر فيها. نحن ممكن عايشين في بيئة الناس الكبار ما شاء الله يحترموا فيها مكي شوية، الهرم هذا نوع من العقوبة للأخ. ولذلك بعض الصالحين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمله ويطيل في عمره ويحسن عمله. بعض الناس الله يطول في عمره لكن تكون عقوبة له، تكون له عقوبة. ولذلك يحكى أن رجل كان يتلذذ بالحديث عن سعد بن أبي وقاص في الشائعات في كذا. وسعد بن أبي وقاص كان من الصحابة المبشرون بالجنة، وكان عنده دعوة مستجابة. فلما سمع هذا الرجل يتكلم عنه دعا عليه سعد أن الله يطيل عمره ويخليه في الفتن، يخليه إيش في الفتن. قعد شايب كبير منهك كذا، مصاب بالذنوب وشكله مش كويس، فيقولوا عليه شيخ كبير أصابته دعوة سعد. ولذلك الهرم هذا اللي هو بعض الناس في بلداننا تشوف الشيخوخة وتشوف الكبار. مرة من المرات أحد الأخوة مشى للحج، قال أخذت يعني أمي نبي نعاونها، فكانت مع 45 رجل وامرأة كلهم كبار في السن. قال أمي كانت أصغر وحدة. فهذا الرجل كان يحكي لي، قال لي شفت ناس كانوا وزراء زمان في شبابهم وكانوا أغنياء، لكن أصابهم جاي يعني بالبمبرس بتاعه يدير في الحج، جاي عنده شيخوخة هكي. فبعض الناس الله يطول في عمره، لكن لا تستعيد بالله سبحانه وتعالى أن يحفظك حتى في هرمك وفي لما تتقدم بك السن. ولذلك يحكى أن واحد من علماء الأندلس كان عمره في 80 تقريبا، كان يمشي مع طلبته، كان يتجلب في النهر لياقة. يقولوا له كيف أنت يا شيخ رجل كبير؟ قال حفظت الله في صغري فحفظني في كبري، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى. ولذلك مرض الهرم واحد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. أعوذ بك من العجز، دعاء زيد بن أرقم. خلينا نركز على الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. بعض العلوم هي مثل الأكل، أكل لكن يضر صاحبه، يدير لك الأمراض. بعض العلوم داء لصاحبه. ولذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك العلم النافع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. أي علم لا يخدم قلبك ويحفز فيك الخشوع اعلم أنه علم شكلي، علم شكلي لا ينفعك. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. حبيت نأخذ بعض الأمثلة اللي ذكرهم لنا التاريخ، إنهم هم كانوا ناس ما عندهمش الكثير، لكن الله فتح عليهم فغيروا بوجود الإرادة وبحسن القول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بعض الأدعية
منها حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس يقولوا في الأدعية ويظن أن الدعاء هو مادة للعجز، حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بعض الناس يكون شكله ليس قويا لكن قلبه فيه إرادة وفيه شجاعة وفيه إقدام. يحكى أن رجلا أتى للخليفة الأموي، وكان هذا الرجل مشهور، لما شاف الخليفة قال له: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، يعني لو سمعنا عليك خير من شوفتك، أنت شكلك قصير وشكلك. قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، يعني القول هنا، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان، وأنا الذي أقول وجربت الأمور وجربتني، وقد أبدت عريكتي الأمور، إلى أن قال: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. ولذلك نحن لما الواحد يجي يوم الجمعة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه العجز ويوفقه للقول، وأن يبعده عن الكسل، وإلا كان هذا نموت ألماً وكمداً من الظروف اللي نشوف فيها. شوف أمة مليار قاعدين في فلسطين، حرب كل يوم، حرب إبادة، لا حكام لا شعوب، لا يعني عجز عجز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا الداء: أنكم غثاء كغثاء السيل. ولذلك الواحد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه العجز، العجز في كل نواحي الحياة. مرات واحد تكون عنده مشكلة بسيطة يا أخي مش قادر يواجهها ومش قادر يحلها ومش قادر، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتولى أمره. ولذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك العجز والكسل. والكسل ثم القدوات. شوف الحياة هذه، الحياة مسألة قدوات، شخصيتك أنت. إذا أردت أن تنجح فيكون القدوات عندك قدوات، ناس في الفأل وناس في التوكل وناس في الإقدام وناس في العطاء وناس في الله يفتح عليك. إذا كان محاط بناس تتفنن في الاكتئاب وتتفنن في لوم الآخر وتتفنن، لن تغير شيء، لن تغير شيء. ولذلك نحن يوم الجمعة كل واحد فينا لما يجي يوم الجمعة يحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن القول ويسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل. ولذلك أحبتنا في الله، هذا الحديث حديث عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا العجز، وإلا نبدو عايشين لكن عايشين حياة سبهللة. الإمام الشاطبي في 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 شاطبيته، يعني في المتن اللي كان يتكلم فيها على القرآن وفضل القرآن، عند مقدمة يحكي فيها على فضل القرآن، يعني كلام جميل، بعدين تكلم على كلمة سبهللة. سبهللة اللي هي شنو؟ قال في هذا البيت: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع جيما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار. تمشي سبهللة، تمشي سبهللة. بعض الناس عايش سبهللة، ما عندش قضية، ما عندش، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن طريق السبهللة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن طريق العجز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا العلوم التي لا تنفع، التي لا تنفع لا في دنيا ولا في آخرة. علوم الأديان، علوم الأديان، جاءت المسيحية وجاءت اليهودية، خلوها عند فئة من الناس موجودين في الكنائس وفي كذا. علم الإسلام، الإسلام يهتم بلا إله إلا الله، ويهتم بلا إله إلا الله في كل مناحي الحياة. ولذلك لا إله إلا الله كلمة في القلب، ثم العلاقة بالخلق، ثم الرأفة بالخلق، ثم العمل الصالح، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني المتقين أعمال وأقوال، وإلا كان هذا نصاب بأمراض الأديان اللي هي الناس تأتي في القيل والقال، لا تستقيم لهم دنيا ولا تستقيم لهم آخرة. أحبتنا في الله، يوم الجمعة يوم دعاء ويوم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا تولاك والله سبحانه وتعالى إذا هداك
سييسر لك سبل الخير وييسر لك سبل التوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. We are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala to be Muslim. We are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala to be able to practice our faith. And that's why we would like to ask Him sincerely to guide us and to forgive us and to be with us in everything we do and everything we say. And that's why we keep saying اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Every Friday we listen to the khatib when he say, when he talk about يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Oh you who believe, اتقوا الله, fear Allah سبحانه وتعالى. قولوا قولا سديدا, say the right words, يصلح لكم أعمالكم. The result, if your right saying, you will see it. Al-qawl, 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 what you say. Al-qawl, this is action. Al-qawl, this is your direction. Al-qawl, your lisan will take you to Jannah. Your lisan will take you to Nar. By tongue, you will make friends. That's why Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he used to teach his companions, al-qawl, al-qawl. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. You listen to the qawl, then you choose the best actions. There is beautiful dua. This hadith narrated by Anas ibn Malik رضي الله عنه وأرضاه. He said, Rasul صلى الله عليه وسلم, he used to ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep things away from him. Disease, you can say. You know, Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ. This is قول, say, oh Muhammad, say, قُلْ قُلْ قُلْ. القول, القول, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. This is the definition of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the tawheed. Allahu samad lam yalid. There is one sahabi, he used to read this surah every salah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he said to him, why you are reading this one? He said, I love it. He said, حُبُّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةِ. Your love to this surah will take you to Jannah. This is tawheed. This is la ilaha illallah. Then قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. You start your day, you ask Allah subhanahu wa ta'ala protection from all the devil things, the bad things. You know, we need protection, we are weak. You know, sometimes bacteria, sometimes, you know, this corona, we don't know it. All the mankind, they become shaking, they are weak. But we need the protection from Allah. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Ya Rabb, protect me from anything bad. Anything you created, I don't know it. Protect me, protect me. ومن شر غاسق ومن شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهنا. قل قل. You say, then after that antivirus, then waswasa inside. Some people, they have enemy within, they have waswasa. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نبي صلى الله عليه وسلم, he used to teach the companions how to purify themselves, to be useful, to be able to make action. You cannot do the right things if you are sick from inside, from outside, or you think wrong, or you are lazy or helpless. And that's why in this dua, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he used to ask the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, to keep him away from ajz. Ajz here, there is no such word in English, ajz. They call it helpless, unable. You become useless. You can do nothing. Al-ajz wal-kasal, being lazy. Being what? Lazy. This hadith, it has lots of disease. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ. قَسْوَةِ means, oh Allah, please protect me to be hard and rush and rough. We need rahmah. We need to live with this rahmah together, with animals, with friends, with neighbors, to obtain the rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. The qaswa is al-ghafla, al-ghafla that you keep away from the truth. You get lost here or there. وَالدُّلَّة. Few things, but just in this khutbah, I like to draw the attention to ajz and kasal. You are unable and lazy. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, he has beautiful explanation for this one. And he said, you need to ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep the ajz away from you and kasal away from you. And he said, al-ajz
You are unable even to find a way to solve the problem. And then he said, Al-kasal, he said, Adamul irada. You don't have the will to do any action, And that's why, my dear respected brothers, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove the ajz and kasal from our attitude. We are ummah of milyar. We see our brothers in Palestine, ummah Muslims everywhere. They have money, they have people, they are watching. Ajz, useless. And that's why we ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove this one and to take us to His path. How can we be useful for our dunya, for our akhirah, for everything? And actually, dua al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when you read any dua, please, don't read it and go. Read it, you know what's the disease, keep away from it. You know what's the wrong things, don't do it. If you do it, make tawbah and ask Allah subhanahu wa ta'ala to correct your direction, and you will move and you will go to the right direction, inshallah. My dear respect brothers, you know we come to the masajid full, but there is no quality. We need to ask Allah subhanahu wa ta'ala to improve our understanding and our quality. And that's why, you know, when you read the Quran, you will see the Quran is the book will make the weak strong, the poor rich, the one who cannot do anything, he will be a great man. And that's why Sahaba, some of them, you hear about them, they were not very big body. Abdullah ibn Mas'ud is Alim, Sahabi, one of the early believers. I think he was the seventh believer. He's very skinny. The Sahaba, they see his leg. They were laughing. You know this man? But because of the irada, because of the tawakkul, because of the yaqeen, because of the actions, Allah put the barakah in his performance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he said to the companions, you are laughing at the leg of Abdullah ibn Mas'ud. This is heavier than the mounting of Uhud. And that's why في رياض الصالحين, the Imam al-Nawawi, he has full chapter. He called it al-yaqeen wa-tawakkul. Al-yaqeen wa-tawakkul. Brothers, yaqeen not in the heart only. You follow the right steps, then you will be strong. My dear respect brothers, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us strong. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us from Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, from those they say right, they listen to the right, and they do the best actions. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ala al-kitabi wa sunnati jam'an tawaffana. وتوفنا اللهم ربنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا وانزح اللهم من شرارنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا قوي قونا يا عزيز أعزنا يا فتاح افتح علينا اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم كلهم معينا اللهم قل الناصر إلا إياك اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم كلهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة